ناخدكم بقى لحاجة تانية مش بعيدة على فكرة الاهتمام بولادنا في المراحل التعليمية المختلفة وبالنماذج الجيدة. إذا كنا بنتكلم على المواهب الفنية فأكيد في الجامعات في يعني حرص شديد على الأنشطة الجامعية اللي بتنمي مهارات مختلفة عند الطلاب. جامعة حلوان حاولت أنها تعزز الوعي عند طلابها بمشاركة مجموعة من الطلاب في الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة الفساد. والدورات دي نظمتها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وشهدت مشاركة متميزة من 60 طالب في جامعة حلوان. والدورات دي تمت إقامتها في إطار التزام جامعة حلوان بتنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بمكافحة الفساد تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. وده بيعكس الحقيقة حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في بناء جيل واعي ومؤهل لمواجهة تحديات الفساد والحفاظ على نزاهة المجتمع. كل التحية لكافة الجامعات المصرية اللي من خلال أنشطتها المختلفة بتدعم طلابها لأنهم يكونوا مميزين وقادرين على أنهم يضيفوا في المجتمع بعد تخرجهم يعني.